الكابوريا اللي كل يوم بتوسط. يلا امال الست مستعجله يا اخي. استنى شويه عليا، اديني داخل اهو. مستني ايه؟ اجي اسندك. اه والله يا بدر والنبي، فكره يا ابني. فكره؟ فكره ايه؟ انا عيان قوي النهارده وجاي اطلب اجازه مرضيه، وعشان كده اتاخرت عن الحضور. صح صح، هو ده السبب يا ابني. عذر مقبول. ها مش هتقدر تتكلم؟ ها لا لا لا، خليك جريء يا راجل وخش ولا يهمك. ايوه انا جريء، ساخش ساخش صحيح، بس بقول يعني. ما تقولش حاجه، انت تروح نافش صدرك كده. ايوه، وتروح داخل عليها زي الاسد. اسد؟ اه يا اخي اسد. تسامحك، تطلب نقلك برضو اسد. انت شايف كده برضو يا بدر؟ ما تضيعش وقت يا استاذ زعتر، احسن كل ده محسوب عليك. طوعني. اي والله، وهو كذلك. استعنا عليها بالله الست المتعبه دي. ادخل. سادخل. هي ايه الوليه دي؟ طالعه ناشفه شويه كده ليه؟ مستني ايه يا استاذ؟ قالت لك ادخل. لا لا، دي واحده ست برضو، ولازم اديها فرصه تستعد للمقابله. يا سلام، قول انك خايف تدخل. لا لا، خايف من ايه يا جدع انت؟ انا اسد تعجبني. اتفضل بقى يا سي اسد. ايوه، توكلنا على الله. مساء الخير يا ست الوكيله. الاستاذ زعتر، اهلا وسهلا. اهلا اهلا. الله. لا يا فندم، اتفضلي على مكتبك. انا زعتر. مفهوم يا فندم، وعلشان كده جاي استقبل سيادتك. سيادتي؟ ايوه. سيادتي ايه بس؟ بقولك انا زعتر. لا لا لا، زعتر كده ما تنفعش، حضرتك الاستاذ زعتر. يا نهار زي بعضه، وبتقدمي لي الكرسي بنفسك؟ امال وماله يا فندم، ده شرف عظيم ليا. اتفضل. وراها النقل على طول، المقابلة الحلوة دي. نعم يا فندم. بتقول ايه حضرتك؟ لا ها لا ابدا، بقول يعني اسف جدا يا سيادة الوكيلة. اسف؟ اسف على ايه؟ علشان اتأخرت شوية عن المعاد. لا 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 لا، ولا يهمك ولا يهمك. اتفضل اتفضل استريح. يعني حضرتك مش زعلع لع 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 مني؟ ازعل من ايه بس؟ ده انا في غاية السعادة والسرور اللي شفتك. نعم سعادة يا فندم؟ بتقولي سعادة؟ أمال، فرحانة قوي اللي الظروف جمعتنا في عمل واحد وإدارة واحدة. لا أنا مش مصدق وداني ولا عيني. مش مصدق ليه بس؟ ما أنا واقفة قدامك أهو. ما هو ما هو ما هو ما هو اللي مش معقول. مش معقول أبدا. يا سلام عليك يا أستاذ زعتر، اتفضل بقى علشان أقدر أقعد. يعني سيادتك شايفة إني راجل محترم وما يصحش أبدا يحصل جزع علشان حكاية هايفة زي دي؟ يا خبر، انا يهون عليا. اجازيك يا استاذ زعتر، وان الظروف هي اللي حطتني في الموقف البايخ ده. معلش بقى، كل شيء هيتصلح. افهم من كده ان الابتسامه الحلوه دي هتفضل حلوه على طول؟ على طول يا استاذ زعتر، على طول. يو، وان ما وراهاش اي حاجه المقابله اللطيفه دي؟ وراها كل خير يا فندم، كل خير كل خير. لا اذا كان كده بقى، وعشان اصدق اني صاحي مش بحلم، حضرتك تتفضلي تقعدي على مكتبك وانا هرجع اقف عند الباب كأن لا دخلت لسه ولا انت قمتي. يا خبر، طب وليه ده كله؟ يلا امال قبل ما اصحى من الحلم. حاضر يا فندم حاضر. قعدت على مكتبي. مساء الخير يا سيادة الوكيلة. مساء النور يا فندم، اتفضل. الله، ده علم، ده مش حلم. كملي بقى كملي. اكمل اكمل ايه؟ قومي من على مكتبك وتعالي استقبليني. اظن كفايه كده، ما تضيعش وقت بقى. حاضر يا ستي، افوتها دي عشان خاطرك. ايوه كده، اتفضل اقعد بقى علشان نبدا حديثنا. امال نبدا قوي؟ ما نبداش ليه؟ قهوه يا استاذ زعتر؟ لا لا لا، انا هشرب سيجاره بس لو سمحت. يا فندم بكل سرور بكل سرور يا فندم، واسمح لي بقى اني انا اولعها لك. العفو يا سعادة الوكيلة، العفو. قلنا خلاص بقى مفيش تكليف كده. اتفضل يا فندم ولعي. اتفضل. الحقيقة انت غالي عندي قوي يا استاذ زعتر. من بعد ما عندنا والله يا ست الوكيلة، واول ما شفتك خصوصا في اليوم اياه اللي شرفت فيه الست جارتك. ايوه ايوه، كان يوم حلمنتيشي قوي. حسيت كده اننا هنرتبط ببعض الى الابد.
بتقول ايه يا اختي؟ بقول ان يومها بالذات حسيت اننا هنرتبط ببعض الى الابد. يا ناس يا هو. الله، مالك؟ في ايه؟ في ايه يا استاذ زعتر؟ لا لا ولا حاجة ابدا، اتفضل يا فندم كملي كملي. ايوه ما انا جايه لك اهو، ما انا هكمل اهو، بس يعني مش عارفة ابدا ازاي ومنين. لا لا لا، خدي راحتك يا فندم، على الاخر خدي راحتك. طيب احب اسالك سؤال واحد قبل ما اتكلم. سؤال واحد بس؟ عشرة، قولي عشرة. فيها ايه يعني لما اكون رئيستك هنا في الاداره؟ ابدا يا ستي ما فيهاش اي حاجه والله. خلاص يا فندم، هي دي المشكله، وبيتهيئ لي بعد المقدمه البسيطه دي انك فهمتني كويس. امال يا ست، فهمك قوي، حاجه واضحه اهو زي الشمس. يبقى اتفقنا. والنبي اتفقنا على ايه؟ انك مش هتعارض يعني في حكايه الارتباط. أعرض ازاي بس؟ حد يطول الشرف العظيم. متشكرة قوي يا استاذ زعتر، متشكرة قوي، انت راجل ظريف جدا، ظريف. حكايتي ان رئيسك هنا دي مش مهمة ابدا. لا 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 خلاص، قلناها دي مش مهمة خالص. ولا اقول لك، ممكن علشان ننهي المشكلة دي خالص تقدم لي طلب دلوقتي بنقلك فورا من الادارة. قوليلي كده بقى، أتاري المقابلة كانت لطيفة قوي. ها؟ مالها المقابلة؟ مرسومة يا سيادة الوكيلة، لفيتي بيا حتة لفة إنما حلوة قوي، والآخر زنقتيني في خانة الياك. برضو أنا مش فاهمة. لا حرام عليك والله، دول خمس دقايق بس اللي اتأخرت. يا سلام عليك يا أستاذ زعتر، قلتلك مش مهم أبدا حكاية تأخيرك دي. لا، إذا كان كده بقى تصرفي نظر خالص على حكاية النقل دي. خلاص يا سيدي، بلاش بلاش، بس أنا شايفة كده إن كل الموظفين هيتكلموا. هيتكلموا عن إيه؟ من يوم ورايح يستحيل هتأخر دقيقة. ولو برضو هيقولوا إني بحبيك في الشغل، وخصوصا بعد ما هنبقى أسرة واحدة. أسرة إيه الحكاية؟ ما هي بانت أهي. أبدا والله يا أستاذ زعتر، أنا شخصيا موافقة. الله، سيادة الوكيلة. لا لا لا، بلاش والنبي حكاية سيادة الوكيلة دي. طول ما احنا الوحدين هنا في المكتب انا ميرفت ميرفت وبس. يو يا ناس يا. ايه لسه مش مصدق؟ والله ان جيت للحق بقى يا ميرفت. ايوة كده، انا دلوقتي بس اطمنت. لا والنبي، لكن تعالي لي هنا قولي لي افندم، العاطف دي كلها حصلت ازاي ومن امتى؟ من 4 سنين فاتوا. ايام ما كنا مع بعض في الكلية. كلية؟ كلية يا انسة. خلاص بقى خليها في سرك. يا سلام، انا في غاية السعادة والانبساط والله. يعني خلاص اقدر اقول لماما انك موافق نهائي؟ يا نهار زي بعضه، هو على طول كده؟ متأسفة، ظهر ان استعجلت فعلا في الموضوع ده. استني بس كلمة واحدة. كلمة ايه بقى؟ خلاص انا غلطانة جدا. طب استني بس، راحة فين سيادتك؟ راح للمدير يا استاذ زعتر، عندي شغل مع المدير يا استاذ زعتر. وبعدين بقى في الحوسه دي يا اخواتي، ده انا راجل متجوز يا ناس ومخلف، لكن ايه، دي فرصه العمر. ايه جات لحد عندي يا ناس، طقت القدر واتفتحت لي، لكن دي تفيده تخنقني تشنقني. لا لا ولا شنق ولا خنق، اتاهل في السر. بس هو كده، الليله دي حاسبها على نارها، لكن بكره الصبح ادخل اقول لها موافق موافق نهائي، ومستعد ابصم ابصم بالعشره. ها خير يا استاذ زعتر؟ قالت لك ايه؟ بدر افندم. افندم حضرة البشكاتب. كاتب ايه وباش ايه يا افندم؟ انت راجل قديم قوي، اسمح لي. لا بقى الظهر طلعت قاوت يا استاذ زعتر. من فضلك شوف شغلك. ايوه يا سيدي هشوفه اهو، بس عاوز اطمن، يعني عاوز اطمن. اسمع، لا مفيش داعي دلوقتي، المهم ان انا دخلت عليها اسد. وطلعت من عندها ان شاء الله. ابدا برضو اسد. بدر افندي. مفهوم يا فندم، اشوف شغلي. عملت ايه الصراحه؟ قابلتها؟
والنبي تسكت عني بقى، يا ريت المقابلة دي ما تمت. ليه بس حصل ايه تاني؟ اتلبخت، حتى ولا اللي اخرنا عنك اليومين دول، الظروف ظروف صعبة قوي. وبعدين وبعدين زنقت عليا في الكلام لحد ما اضطريت اقول لها ايه حكاية الظروف الصعبة دي. وقعتك سودة ان شاء الله. قلت ايه يعني؟ قلت كل حاجة يا سعيد، كل حاجة. قلت ان ماما مش موافقة، وان بابا هو اللي بيشتغل معاها في الادارة، ويستحيل حيوافق. لا لا، ده كلام خطير جدا. فعلا سابتني وراحت قايمة واقفة. استني بس كلمة واحدة. ما استنتش. لا حق يا اخي، لقيتك ولا مؤاخذة ايه في العين؟ لا انت تلم لسانك بقى طويل. ايوه صلاح، انت اخويا الكبير برضو، ما صحش اقول انك عيب. لا شيخ، طب ما انت قلتها يا لو. معلش بقى، فوتها لي يا اخويا الاكبر. ولو سمعت نصيحتي بقى تنزل تتصل بيها حالا بالتليفون. ليه؟ هقولها ايه تاني بالتليفون؟ تفهمها ان المسألة مش بالخطورة دي، وان حالا كل شيء هيتم. حالا ازاي بس؟ ما هو على ايدك اهو، الفلوس مع ماما، وماما مش موافقة. لا، من ناحية الفلوس بأي طريقة هناخدها منها، خصوصا المراوية. أيوة 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 أيوة، عارف إنها رفضت. لكن بابا يا سعيد، بابا. قلت لك 60 مرة سيب لي حكاية بابا دي رخرة. يعني من رأيك أنزل ألحقها تاني قبل ما تروح؟ ضروري، قبل ما تفضفض لأمها بكلام خطير زي ده والموضوع يتعقد أكتر. أه والله فكرتني بحكاية أمها دي، صحيح. يلا مال قبل ما يلعب. آه يا وعدياني، بحبها يا ناس.